يلا يلا اتفضلوا. شعي ما تخاف طول لا تنفع بشي، ما اقول لك كل ما تسلم تلعب، ما اقول لك وبعدين كل ما تسلم اقول لك كل ما تسلم اقول لك ومعناته بقلبي بقلبي. مرحبا حل كانك تكلم. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا اخي كل ما اتصلت مريم تكلمنا حرمه داخل التليفون تقولي انه مغلق انه مغلق اريد اتصل مره ثانيه ومعناته. اتصلت بالبيت انت؟ اتصلت بالدار يطلع مشغول ما حد كلمك. ما حد كلمك وقت الصدق بقلبي فضول الجوالات فضول والله. تذكر العنيد؟ انا اذكره. ذاك السراج حقه حق الحمام ذاك شفته في لعبه واحده بس لعبه الحنش. سمع الدار انا بقف في المقهاية وبابت الدار وليتك في المقهاية اروح بتفاقد مريا نبي في المقهاية توك روح يلا. يلا ربنا معاك ان شاء الله. سلوم سلوم شفت الجوال حقي؟ لا ما شفت شيء. لا سلوم قم دور معي الله يخليك قم. لا ما انا لهيش نتابع مسلسل الاطفال. سلوم قم بعطيك شقاك. سلوم قم كاتينا بعطيك ألف ريال. طيب ولما لحقته بكاتينا ألفين. لا حول ولا قوة إلا بالله بعطيك ألفين بس معني أهم شيء لا تقول لأبوك. طيب تمام وأقول لكني نقول لأبوي. لا لا ما قصدي ما نقول لأبوي. أيوة طيب لا تقول له. طيب يلا سلوم قم. طيب طيب درويش شفت جوالي؟ لا والله ما عبر له. من هو معبر يا درويش؟ وانت عامل؟ الجوال حقي شفته. الجوال حقك؟ لا والله ما شفته يا خالي. طيب اسمعني الله يخليك قم خد لك درية في المطراق. خلك درية؟ كيف تقول لي خد لك درية؟ درويش جوالي ضاع. خاف ابوي شله بالغلط شوفي لقيها ابوي. ما بيشله ابوك يا درويش. قم الله يخليك قم. خاف ضاق من الدار وخرب يشله لفه. درويش الله يخليك قدام ما يجيبوك قم دور الجوالي وبعطيك شقاك. كم بتعطينا؟ بعطيك ألف ريال. واي يلقي الألف ريال الا اول كان يلقي الألف ريال ما دحين ما يلقيش الألف ريال. لا حصلته بعطيك 5000 ريال. بس ود بعرف سؤال واحد. هت واخر ريو برا. درويش نخرة يتبرع ورحت عن صاحبتي فوزية وبعدين ماني دارية وين راح الجوال علي. اللي انت خريتي برا دحين فهمت. الحمد لله. هاتي الالف ريال درويش بعطيك الالف ريال بس وعدني يا درويش. بوك ما يعرف شيء. بوك يا درويش بياخد عمري بيكسر راسي لو عرف ان الجوال ضاع. ما يهمش اعتبري ابوي مو هو عارف ولا ما انا عارف وانت ما انت عارفه. وعد يا درويش وعد. خد يلا نحن وابشتربه وابلقيبه وابشتربه. درويش وات تقول نقولش الجوال حق ايش ضاع. ايوة ابدور له. يلا بسرعة. يا رب يحصل الجوال حقي يا رب. مريا ها مو قلبي. بقول ليش لو التلفون حقك مغلق؟ كنت البطارية خلصت. البطارية خلصت والتلفون الأرضي كانه مشغول. كنت نكلم صاحبتي فوزية. فوزية عشان ياتي من عندها ما غلق الكلام ياتي تكملين من التلفون الأرضي حقني. انت كنت بغيت شيء؟ لا ما بغيت شيء. انا بغيت بتأكد بس شي صيد معيش في التلاية ولا بيبكم صيد. لا معني الحمد لله. ايوه اطلع باب الدنيا. أوه. ألو من معي؟ من معي؟ من فين شفت صوري؟ يا واطي يا بلا أدب. ألو من ده؟ شوف رياض يا ابو قلبي ان زويتك توزع ارقام زويتي عند الخلق. انت متاكد من ذلك؟ ايوه متاكد الا وات تشوف. ومتى كان ذلك؟ لا
الحين تستهبل انت. شفنا نكلمك جد. ماريا توزع ارقام تلفون صاحبتها على الخلق. انا رقم زوجتي مع ماريا بس. اسمعها، المتهم بالريح حتى تثبت ادانته. تثبت ادانته. بنشوف بنشوف. ما ابش في واحد يهددني بالتليفون. نعم يهددش. ايوه يهددني، قال لو ما تفعلش نعم فلوس بينشر صوري بالفيسبوك. هذا اكيد كلام فاضي، هو بس كذا قاعد يخوف شوكا. انا قد قلت كذا برضه. لعد يتصل. شوف يتصل. كلمه. الو، من انت وابغيت والمطلوب؟ شوف ان عادك اتصلت مره ثانيه بيقع لك شيء بيضرك ضرر تام. هيا لعلنا نشوفك تتصل مره ثانيه. خلاص هذا اللي ما ينفع معاهم الا كذا، كله كذب في كذب. ايش ذا؟ قد رساله. ايش ذا؟ هذا دي صورتي، دي الصوره اللي لقطتنا ماريا تحت ليا. هو من فين جاب صورتش؟ ما ادري. ايش دي؟ ماريا اللي لقطتها. يعني ما في الا ماريا اللي اعطت الصوره. باي. اي اي بشوي على القلمة بشوي. سمعنا. واه شوف. حتى لو لحقنا الجوال. انتبه تعطيه هي. طيب. انتبه تعطيه خالتك ماريا. منشان كل يوم تصبر لنا احنا الف. بالله عليك. ايوه. يعني هو من بيعه. فهمت ولا لا؟ فهمت. وصلك الرقم؟ ممتاز. أنا بغيت هذا الجوال باسم من في ظرف ساعة واحدة بس ضروري. يلا مع السلامة. وماريا ولدي. هابا. إيش الكلام اللي سمعته من أمك؟ تقول إنه في واحد يهددها بالتلفون وعنده الصور حقها وبغى منها فلوس. خلاص يا با، أنا كلمت واحد صاحبي بيجيب لي الجوال هذا باسم من وهي ساكن وكيف تحصل على الصور. جزاك الله خير، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماريا. ايش الكلام اللي سمعته؟ وامن الكلام؟ توزعين ارقام تلفونات صاحباتش على الخلق. لي؟ من قال؟ ما ليش دخل من اللي قال؟ الكلام صح ولا ما هو صح؟ والله ما هو صح، ابدا من ساس ما حصل. ومعناته الرجال يكذب علي. طيب والتلفون حقش لو دايما مغلق؟ التلفون حقي خلصت البطارية في الشحن. دحين انت ايش معك تنشر صوري للناس؟ الشغله وسعت يا ماريا، ما عدا ارقام تلفونات كذا هلا صور. ماريا ايش الحكايه يا ماريا؟ تصدق يا ابو قلبي انه في واحد يتصل علينا يهدد نحن بصور امي دي في جوال ماريا؟ وتكلمي يا ماريا، ردي عليهم. السكوت علامه الاعتراف. اعترفي يا ماريا، ماريا اعترفي. وين اللي حصل بالضبط؟ تليفوني ضاع. تليفوني ضاع. تلفونش ضاع يا ماريا وضيعتين احنا. ماشي ايش ذنب المسكينه هذه تكشفين حالها قدام الخلق؟ مش بس صوري، صوري وصوري وصور البنات كلهم اللي قعوا لنا. صبر صوص. الو. عادل بيايه. لا حول ولا قوه. سلوم الله يكافيك. تمام الحمد لله. هاي الحين بنزلك. ماريا اللي لقيتيه ما حد يلقيه يا ماريا. تلفونات الرجال ضاعت ماشي مشكلة. المشكلة تلفونات الحريم لما تضيع. مشكلة ومشكلة ومشكلة يا ماريا. أنا تليفوني من يوم ما شليته ومعي ولا صورة داخلته. كلميها، ردي عليها الهبلة دي. كور بس والعقل ماشي. الحمد لله يا جماعة حصلنا الجوال. هيا شلي جوالش. الحمد لله. هاتي تلفون من حافظ عليه ما نستحبه. مشاكل الوان واشكال.
إدارات تفكير.